ازيكم يا شباب، معاكم مهندس مصطفى رضا من شركة كريتيف جروب. النهارده هنكمل شرح كورس الاي سي دي ال. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن برنامج الاوفيس وشرحنا بعض التولز اللي موجودة في برنامج الوورد. النهارده هنكمل في دورة المشتريات. لو في اي سؤال او استفسار ممكن تبعتلي على الميل الخاص بيا وهرد عليك اكيد. هنكمل مع بعض شرح الاوفيس وهنعمل فاتورة مشتريات النهاردة مع بعض، هتكون سهلة جدا وبسيطة. نروح بس على الديسك توب، نفتح فايل جديد، رايت كليك، نيو، مايكروسوفت وورد دوكيمنت. نفتح الفايل بتاعنا، نروح بعد كده على تاسك فيو عشان نقدر نشوف التو فايل وهم شغالين مع بعض. لو بصيت عندي كده هلاحظ ان عندي في الاول هيدر، بعد كده عندي بيج بوردرز، بعد كده عندي تكست بوكس على اليمين وتكست بوكس على الشمال، بعد كده عندي بوردر، عندي تكست بوكس تاني وجواه تيبل، بعد كده تكست بوكس في تيبل مكون من تو رو تو كولوم، وعلى اليمين عندي تكست بوكس، بعد كده توقيع، بيكتشر، في الاخر خالص عندي فوتر في التاريخ. هنبدأ دلوقتي نعمل اول حاجة البوردرز. نروح على ديزاين ونختار بيج بوردرز ونبدأ نعمل بوردرز بالشكل ده. هنختار مثلا شادو ونخلي الويدث بتاعها 1، ندوس اوكي. هلاحظ عندي ان الميرجنس فوق عالي شوية، الرولر عندي واخد مساحة لفوق شوية، يبقى هبدأ اطلع كده عشان ابدأ اعمل هيدر. هروح على انسيرت، اعمل هيدر واختار باندد واكتب فيه نفترض كرييتيف جروب. بعد كده مكتوب عندي بخط اريال فونت سايز 20 فاتورة مشتريات في نص البيج، يبقى هاجي هنا كده اختار حجم الخط بتاعي ونوع الخط اريال فاتورة مشتريات. يبقى لاحظ ان هي بولد، فهعمل سيلكت وابدأ اخليها بولد. نضغط انتر عشان نروح على التكست لاين اللي بعده، وبعد كده الغي الفورماتنج بتاعي. نيجي نبدأ من اليمين رايت تو ليفت. عندي هنا التاريخ جوه تكست بوكس ومشتريات، هبدأ اروح على انسيرت، بعد كده شيبس، وابدأ اختار تكست بوكس وابدأ اعمل تكست بوكس بالشكل ده واكتب جواها التاريخ بعد كده مشتريات. طب هلاحظ عندي التكست موجود عندي ناحية الشمال، دلوقتي هروح على رايت تو ليفت ولا هروح على الاين بالظبط؟ هروح على الاين رايت بالشكل ده كده عشان التكست لاين يروح ناحية اليمين. بعد كده عندي تاني تكست بوكس جواه كومباني نيم، ويب سايت، ايميل، والادرس. هروح بعد كده على انسيرت، شيبس، تكست بوكس، وابدا اعمل تكست بوكس تاني بالشكل ده، ابدا اكتب فيه كومباني نيم، ويب سايت، ايميل، وتحت ادرس. طب هو حضرتك كده ما بيكتبش ادرس؟ لا بيكتب، بس هو مش ظاهر معايا عشان مفيش سبيس في التكست لاين ده. طب
هبدأ أعمل إيه دلوقتي؟ فاكرين لما قلنا في طول عندي بتقرب المسافات ما بين كل تكست لاين؟ بالظبط الطول لاين أند باراجراف سبيسينج. هبدأ أعمل select all وأروح أعمل remove space after paragraph. بعد كده أظبط التنسيق بتاعي للتكست بوكس وأروح عندي على النيم أشوف إيه اللي غلط وأبدأ أعمل رايت كليك وأدوس أو أضغط أوكي عشان يبدأ يعدل التكست بتاعتي للكلمة الصحيحة. هاجي بعد كده أنزل تحت على لاين جديد وأبدأ أعمل بوردر بالشكل ده. أبدأ أعمل توب بولدر ولا بوتوم بولدر؟ خليها توب بولدر. بعد كده هيبقى عندي تكست بوكس جواه تيبل. هروح على انسيرت شيبس تاني وأبدأ أعمل تكست بوكس بالشكل ده. بعد كده هروح تاني على insert table وأعد الكولوم بتاعي ونفترض 1 2 3 4 5 في كام رو؟ في 7 رو. يبقى أنا عايز 5 كولوم في 7 رو بالشكل ده. أبدأ بعد كده أغير المسافات بين كل سيل وسيل ازاي ما بين كل خلية. أبدأ أعمل select all على التيبل رايت كليك تيبل بروبرتيز وأروح على الرو specify height وأبدأ أغير الرو بتاعتي بحجم ده. بعد كده أبدأ أظبط التكست بوكس تاني. هلاحظ عندي إن الكولوم الأولاني حجمه صغير شوية فهاجي هنا مانيوال بالماوس وأبدأ أحرك اللاين ده في التيبل وأروح الناحية دي أبدأ أحرك اللاين ده في التيبل. هبدأ أكتب هنا كود الصنف العدد السعر سعر الكمية. بعد كده أعمل select على أول رو أبدأ أجيب align center من الهوم وأبدأ أغير font size بتاعي ل20 خليه bold. هبدأ أعمل بعد كده text box وأبدأ أكتب فيها ملاحظات بالشكل ده. أعمل select all أروح على الهوم أخلي الفون سايز بتاعها 20 وحجم الخط بتاعي 20 والفون ستايل اريال خليها بولد وقتها في السنتر بألاين سنتر. بعد كده عندي خصم والإجمالي هروح على insert تاني اختار من شيبس تكست بوكس وابدأ اعمل تكست بوكس هيكون فيها تيبل مكون من 2 رو 2 كولوم عشان اكتب فيه الخصم والاجمالي. نبدأ نعملها مانيوال مش لازم نروح على بروبرتيز. الخصم وتحت نكتب الإجمالي. نعمل select على الخصم والإجمالي نبدأ نختار font size حجم 16 ونخليه في السنتر بالشكل ده. هنزل بعد كده في text line تحت توقيع slash وأروح على الطول اللي اسمها increase indent
وأبدأ أحرك التوقيع بتاعي ناحية اليمين شوية، بعد كده أنزل تكست لاين جديد، هروح بعد كده على تكست لاين جديد دبل كليك وأبدأ أختار indent أو increase indent وأبدأ أتقدم بالشكل ده وأضغط على داش عشان ياخد شكل التوقيع بتاعي، أروح بعد كده على التوقيع وأبدأ أغير font size الخاص بي، نفترض font size 20 و Arial بالشكل ده، نخلي برضو الخط أو اللاين بتاعي ياخد حجم فونت 12 ونخليه بولد ونوع الخط Arial. هاجي هنا هقول أنا عايز لوجو وهيكون لوجو الشركة بتاعتي، وبعد كده أختار فوتر وأعمل التاريخ بتاعي. نروح دلوقتي على انسيرت عشان نجيب اللوجو الخاص بيا، يبدأ يظهر عندي اللوجو بالشكل ده، بعد كده هروح على انسيرت تاني وأبدأ أختار فوتر وأدور عندي على موشن ايفن بيج، وهيبقى في الآخر عندي ده شكل فاتورة المشتريات النهائي. بكده نكون خلصنا فاتورة المشتريات، ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلنا دايما كل جديد. شكرا.